مين ساعدنا اليوم ان نعلن عن افتتاح واحدة من اكبر الاحداث الاولية في عالم كرة السلة افريقيا واستضيفها مصر للمرة الثانية بطولة افريقيا او تشامبيونز ليج افريقيا في كرة السلة. انا يعني كوزير شباب ورياضة بنضع كل الامكانيات وكل الفاسيلتيز بتاعتنا مع الاتحاد الافريقي من خلال الاتحاد المصري لكره السله، ولنا القدره في المسانده والمساعده لاستضافه كل الاحداث الافريقيه. نتمنى طبعا ان احنا نقدر ربنا يكتملنا ونكسب البطوله الثانيه. بطوله فيها طبعا كبيره جدا، البطوله على ارضنا وسط جمهورنا، وده اكبر دافع وحافز لينا ان احنا نكسب البطوله. يعني بالنسبه لنا البطوله في مصر وعلى ارضنا واول خمس ماتشات تبقى في مصر باذن الله، والبطوله في مصر مستقبل بالنسبه لنا دي اكثر دافع واكثر حافز لينا ان احنا نحافظ على البطوله باذن الله. بالنسبه لنا اهم حاجه ان الجمهور بتاعنا يحضر معانا الماتشات بعد طول انتظار، يعني احنا بقالنا كتير سنين كتير قوي الجمهور معانا مش موجود معانا في الماتشات. بالنسبه لنا طبعا الموجود الجمهور معانا في ماتشات زي دي في بطوله زي دي في حاله زي ده بطوله افريقيا اللي احنا بالنسبه لنا طبعا ده اكتر يبقى دافع وحافز لينا عشان نقدر نوصل.